بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العودة إلى الطبيعة. نرحب بمشاهدي قناة اليرموك الفضائية للاستماع إلى اقتراحاتهم وأسئلتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بموضوع العودة إلى الطبيعة. العودة إلى الطبيعة تعني أشياء كثيرة، منها العادات الصحية، منها المكملات الغذائية والنباتات الطبية والزيوت العطرية والطب النبوي. كل هذه الأمور تتفق مع الفطرة وهي عودة راشدة إن شاء الله إلى الطبيعة. سنتحدث في هذه الحلقة عن نبات أو فاكهة استوائية تقريبا، هي فاكهة الأفوكادو. الأفوكادو أنتم بتشوفوه في الأسواق وفي بعض محلات الخضار وشكله متميز، الآن سنرى بعضا من صوره. هذا التميز لهذه الفاكهة التي جعل الله منها، من الفواكه قصدي، أشكالا وألوانا عديدة، ما هي إلا يعني من باب إعمار هذه الأرض وتوفير كل ما يلزم الإنسان في هذه الأرض ليتصرف التصرف السليم ويستثمرها الاستثمار الصحيح، فتكون غذاء وفي نواحي أخرى دواء. كل نبات أيها المشاهدون الكرام له خصائص. في بعض النباتات تتشابه في خصائصها إلى حد كبير، لكن تبقى في خصوصية تميز هذا عن ذاك ليستفيد منها فلان أكثر من علان وهكذا. وكلما تعمق الإنسان في هذه المعلومات العلمية وجد عجبا، فسبحان من خلق وسبحان من دبر وسبحان من أحسن التدبير والخلق. طيب الآن خلينا نشوف بعضا من صور الأفوكادو، نشوف صور الأفوكادو حتى الناس اللي ما عرفوها أو ما شافوها سابقا يتعرفوا عليها عبر الصور. فرجونا الصور يا جماعة. أيوة هاي الصور، لاحظوا كيف هذه الفاكهة تشبه ثمرة الأجاص من الخارج طبعا يعني شكلا، لكن شوفوا كيف لونها أخضر متميز وعليها زي النتوءات الخفيفة. هذه كمان صورة، وإن شاء الله هاي الصورة هاي بدي إياها. لاحظوا كيف الصورة من جوا، كيف البذرة كبيرة وناعمة جدا وصلبة جدا، بينما اللب، هذا اللب كريمي، لونه كريمي حولين البذرة بعدين بصير إلى خضار. كمية الدهن اللي في هذه الثمرة عالي كتير زي ما انتم ملاحظين، هنا هي مطلعينه وحطينه بصحن. هذا الدهن مش دهن خطير نخاف منه زي الدهن الحيواني، بالعكس هذا خافض للكوليسترول والدهون ولا أحلى منه. دهن ممتاز يحتوي على الأوميجا 3 وعلى unsaturated fats، يعني الدهون غير المشبعة، وهي الدهون المفيدة. ما هي الدهون في مشبع وفي غير مشبع. المشبع اللي هي غالبا الدهون الحيوانية وهي ترفع الكوليسترول والدهنيات إلى آخره، بينما هذه الدهون كما تلاحظون الآن، اللب هنا معجون عجنا، بتلاحظوا أنه مليان بكون دهون غير مشبعة، وهذه الدهون مفيدة ضد الجلطة وخافضة للكوليسترول وخافضة للدهون وخافضة للضغط الدم إلى آخره، وراح نتحدث الآن عنها. إذن هذه فاكهة الأفوكادو الآن شفتوها، واللي كان يشوفها سابقا في المحلات التجارية وبجوز ما اشتراها لأنه غالية بصراحة. ما هي ليش غالية؟ لأنه مستورد. وين تزرع هذه؟ في أمريكا الجنوبية تقريبا وأمريكا الشمالية فيها، فهذيك مواطنها الأصلية، وربما طبعا انتقلت زراعتها إلى أماكن أخرى باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة، بيقدروا يتفننوا في الزراعة. فهذه طيب شو بنستفيد من الأفوكادو؟ طالما انه نسبة الدهون فيه عالية معناته نسبة الزيت فيه عالية، معناته بنقدر نستخلص منه زيت اسمه زيت الأفوكادو. زيت الأفوكادو هذا الزيت نسبته في الثمرة تقريبا 35% إلى 40%، يا سلام نسبة عالية جدا، مجدي اقتصاديا. هذا الزيت يحتوي على خصائص كثيرة سنعرض لها الآن إن شاء الله. من أهم خصائص هذا الزيت إنه يحتوي على زي ما ذكرنا أوميجا 3 أوميجا 6، هذه كلها خوافض للكوليسترول والدهون.
من فوائده أيضا إنه إذا أضيف لصحن سلطة، لو عندنا صحن سلطة وفي مواد الكاريتونويدز اللي هي إيش البريكيرسرز، يعني اللي بتتحول إلى فيتامين A في الجسم، فيتامين ألف، زي ما هو موجود في الجزر، في المشمش، في الفواكه اللي لونها على برتقالي، كل هذه الفواكه فيها مادة تشبه أو تتحول إلى فيتامين A في الجسم. فيتامين A معروف مسؤول عن الطول عند الأطفال، الجلد، النمو إلى آخره. هذا الفيتامين بصير سرعة امتصاصه 15 ضعفا. هذه كمان شجرة الأفوكادو، ما شاء الله يحطوا لنا فيديو، هاي شجرة الأفوكادو لأنه مش موجودة في بلادنا، فهذه الصور بتعطينا يعني مشاهدة حية. لاحظوا كيف هاي الثمار على الشجرة، الثمار لاحظوا كيف سبحان الله لونها زي لون الأوراق، خضراء اللون، والشجرة فعلا يعني ما بتصير أشجار عملاقة، هاي مش كثير بتصير عملاقة لأنه طبيعة ثمارها طرية، فلو صارت عملاقة والثمرة سقطت من علو شو بتصير تحت؟ ما يعني سبحان الخلاق العليم، كل شيء له تدبير. هذه الثمار ثمارها بتكون حقيقة مجدية اقتصاديا، وطبعا بصير فيها طراوة خفيفة قبل ما تقطف، بصير فيها طراوة، والخبراء اللي بزرعوها بيعرفوا متى يقطفوها لأنه نعم. فلذلك الزيت، احنا نعود الى الزيت مرة اخرى، فنقول اذا في عندنا صحن سلطة في جزر وفي مواد تحتوي على فيتامين A اللي بدها تتحول الى فيتامين A، اذا وضعنا زيت الافوكادو، وبالمناسبة طعمه مقبول جدا، يعني طعمه شبه يعني ما في هذاك الطعم القوي المتميز، لا، فمقبول، ممكن نحطه على السلطة للاطفال حتى عادي بتقبلوه بسهوله، بخلي امتصاص المواد الكاريتونويدز التي ستتحول الى فيتامين الف في الجسم 15 ضعف امتصاصها اذا لم نضف الزيت. اذا اضفنا الزيت بصير امتصاص 15 ضعف السرعه للسلطه اللي ما ليس مضافا لها زيت. طب هذه فائده رائعه يا اخواننا، بدل ما الفيتامين A يروح خسارة أو جسم ما يمتصه مزبوط، لا، بنمتصه، بنستثمره استثمار عالي جدا وبنستفيد منه، بصير الأطفال نموهم أحسن، جلدهم أحسن، أسنانهم أحسن، شعرهم أحسن إلى آخره إلى آخره. فنوصي باستخدام هذا الزيت إن تيسر، بس يكون زيت أصلي طبعا مش مغشوش، يضاف إلى السلطة. طيب أيضا هذا الزيت يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، أكثر مما هو موجود في الموز. الموز يتميز بكثرة البوتاسيوم فيه، ولذلك في مثل بيقول أبنانا أدي كيبس ذا كارديولوجيست أوي، اللي هو يعني كل يوم تأكل لك موزة بتخفض لك الضغط، بتحسن لك الدورة الدموية لعلو البوتاسيوم فيها، فبتبعد عنك حاجتك، طبعا هذه رمزية، لطبيب القلب والأوعية الدموية. ليش؟ لأنك مش بحاجة إلى أن تعالج الضغط، هذه من المأثورات. فزيت الأفوكادو فيه بوتاسيوم أكثر مما هو موجود في الموز، هذه فائدة إضافية. أيضا وجد أن زيت الأفوكادو يستطيع أن يتغلغل في الجلد، يتغلغل في الجلد، تغلغله بعد طراوة، ما هو بكون سطحي فقط وبعد نص ساعة بروح أثره، لا، يتغلغل في الجلد، له خاصية، فيبقي الجلد طري طراوة حلوة، وهذه الطراوة وهذا التغلغل بيساعد في إزالة أو تخفيف حدة التجاعيد. وهذا الخبر سعيد بالنسبة خاصة للنسوان اللي بصير عندها تجاعيد في الوجه وإيديها بصير فيها ترهل، ممكن لو دهنت زيت الأفوكادو أو الكريمات التي تحتوي على زيت الأفوكادو، هذا يساهم في تحسين وتخفيف التجاعيد. يا سلام، شيء جميل هذا. أيضا لأن زيت الأفوكادو يتغلغل في الجلد، فله دور في تخفيف بقع الشيخوخة. الآن كل ما الإنسان كبر في السن تصير تظهر بقع بنية اللون على البشرة، على الوجه، على الإيدين،
كل ما كبر بتزيد نسبة هذه البقع، ونسميها الليبوفوسين بالإنجليزي، اللي هي عبارة عن أنسجة دهنية مع أنسجة أخرى بتعطي اللون البني الغامق، ومرات بصير فظيع وممكن يعني يعطي منظر غير سار لصاحبه. فتغلغل زيت الأفوكادو في الجلد والوصول إلى هذه البقع ممكن يذيبها. فإن أضفنا لهذا الزيت زيوت أخرى وكريمات أخرى فنية بأيدي خبراء شاطرين وفاهمين، ممكن هذه البقعة تخف حدتها إلى حد كبير، وهذا شيء سار حقيقة، شيء سار، خاصة إذا هذه البقعة بتكون في الوجه. أيضا الزيت الأفوكادو يحتوي على فيتامين كي، فيتامين كي، وإحنا بنعرف إنه الفيتامينات التي تذوب في الدهون هي فيتامين A و E و K و D. فيوجد في الزيت فيتامين كي، وفيتامين كي هذا له دور مهم في عملية التجلط. في ناس كثير بصير عندهم مشكلة في عملية التجلط، نزيف متكرر، واحد عنده بواسير دائما بنزف، واحدة ست عندها الدورة الشهرية غزيرة، فممكن يصير عندها ديبليشن، نقص في فيتامين كي نتيجة النزف المتكرر المزمن. فحاجتها لفيتامين كي رائعة، بتحللها المشكلة وبتساعدها في وقف النزف. فإذا زيت الأفوكادو وثمار الأفوكادو أيضا تحتوي على كمية جيدة من فيتامين كي اللي بيساعد في إيقاف النزف وإعادة عملية التجلط في الدم إلى طبيعتها. لاحظوا هذه الفوائد الرائعة. كما أن هناك دراسات عالمية كثيرة على زيت الأفوكادو، وجدوا أنه زيت الأفوكادو إذا خلط بزيت الصويا، زيت فول الصويا، لو خلط طبعا زيت فول الصويا يكون برضه نقي ومعصور عصرا باردا، إذا خلط زيت الأفوكادو مع زيت فول الصويا واستخدم داخليا، فقد أدى إلى تحسين الغضروف الذي بدأ يذوب في الركب وفي المفاصل المختلفة نتيجة الهرم أو نتيجة التهابات مفصلية متعددة زي الروماتيزم ومن حوله، أو من أولاد عم الروماتيزم المعروفة، بصير فيه تآكل في الغضروف والأنسجة الطرية والكولاجين وغيره، هذا يساعد في ترميم هذا الغضروف وتحسين المفصل. فهذه برضو فوائد رائعة، وطالما الشيء آمن وطبيعي نكثر منه. إذن الناس اللي بصير عندهم مشكلة في المفاصل وخشونة في الركب مع تقدم السن، تناول زيت الأفوكادو داخليا بالإضافة إلى استخدامه خارجيا للبشرة والجلد راح يفيدهم كتير إن شاء الله. أيضا في مجلة اسمها Journal of Periodontal Disease، يعني مجلة تعتني بأمراض الفم واللثة والأسنان، نشرت دراسة عام 2006 تقول بأنه زيت الأفوكادو سواء كان وحده أو مخلوطا بزيت برضو فول الصويا راح يكون مفيد جدا إذا الإنسان تمضمض به، تمضمض فيه لإزالة الإنتانات اللي بتحصل في اللثة وممكن تؤثر على العظام، بيريودونتال ديزيزز. وطبعا أنتم عارفين أن اللثة ممكن تتراجع عن الأسنان بالتدريج في حال الإنتانات المزمنة، وهذا بيخلي الأسنان تتخلخل وممكن لاحقا تتساقط. فوجدوا أنه زيت الأفوكادو وحده أو مخلوطا مع زيت فول الصويا، وفي دراسة حديثة تقول أيضا زيت الزيتون له دور في هذا الأمر. فإذا خلطنا زيت الأفوكادو مع زيت الزيتون أيضا وحبسناه بالفم أو تمضمضنا فيه لبضع دقائق عدة مرات في اليوم، راح يحل لنا مشكلة الأمراض والنخر والجيوب اللي بتصير في اللثة وما بين اللثة والعظم اللي تحتها. فالناس اللي بيشكوا من هذه المشكلة ولا يجدون حلولا أو مش قادرين يروحوا أطباء الأسنان، فممكن يقوموا بهذه العملية، يتمضمضوا بهذه الزيوت ويستفيدوا من خصائصها. أيضا وجدوا أنه زيت الأفوكادو
يؤدي إلى تحسين وضع الشعر طالما هو له القدرة على التغلغل في الجلد، والجلد فيه طبقة قرنية، والشعر يعتبر مادة كيراتينية قرنية، فأيضا له دور كبير في تنعيم الشعر ومنع تقصفه وتحسين وتسهيل تمشيطه ويعني تضبيطه بشكل عام سواء للرجال أو للنساء. ولزيت الأفوكادو أيضا تأثير مباشر على البشرة، على فروة الرأس. معنا اتصال، تفضل يا مصطفى. يعطيك العافية دكتور. تفضل يا مطلق. يعطيك ألف عافية دكتور. الله يعافيك يا أخي. دكتور بس بدي أسأل إذا في موجود عشبة لضمور الخصية. ضمور يعني ما في إنجاب، ما في نطف؟ لا ما في. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الله يحفظك دكتور. أهلا وسهلا بك. معنا اتصال عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك الله يعافيك. كيفك يا دكتور؟ تفضل حياك الله، تفضل. سيدي بدي اسألك عن تقرحات القولون. القولون التقرحي. طيب. عملت عملية لتقرحات القولون، صار معي نزيف. وشو هل انه مرض بتأثر عليها؟ مرض بهجت؟ نعم. يعني عندك انت مرض بهجت له تأثير عليها؟ ايوه. هل مرض بهجة يؤدي الى قولون تقرحي قصدك؟ طيب على كل حال انا بعطيك شرح مفيد ان شاء الله، ابشر. انا حكيت معك قبل مرة يا دكتور. من الزرقاء. الله يحييك يا اخي. لا صار معي نزيف وكثير يعني. من القولون. ما في دكتور. طيب طيب الله يعافيك، الله يحييك. تفضل يا اخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور؟ اهلا ومرحبا. الله يعطيك العافية ويجزيك الخير. الله يعافيك واياكم. يا دكتور في عندي الحجة. نعم. دائما راسه بوجع وبدنا نعمل له حجامة، وين عندك من بصير حجامة؟ طيب تسمع الجواب ان شاء الله. نعم. طبعا الحجامة متوفرة ان شاء الله، هاي جواب هناك. يلا زورونا واهلا بكم. وين المحل ولا من الاستوديو؟ من الاستوديو بعطوكم الجواب من الاستوديو ان شاء الله. طيب شكرا. اهلا وسهلا. شكرا دكتور، حياك الله. طيب بالنسبه لسؤال الاخ مطلق عن ضمور الخصيه، طبعا يا جماعه لازم نعرف انه اي عضو في الجسم صار فيه ضمور شو معناته؟ معناته بطل يشتغل وبطل يقوم بمهمته التي خلقه الله. يعني واحد عنده ضمور في الدماغ شو بصير فيه؟ الزهايمر، بخرفن، بروح. فواحد عنده ضمور في الكلى بصير عنده فشل كلوي، وهكذا. ضمور في المبايض عند البنات بتبطل، لا تجيها دورة ولا عندها قدرة على الإنجاب ولا إنتاج البويضات. كذلك ضمور الخصية بصير إنسان ما عنده قدرة على إنتاج النطف، وهذه مشكلة طبعا. إنسان بصير عقيم. هل هناك حل بالأعشاب؟ لا طبعا ما في حل. الحل الوحيد الذي فيه بارقة أمل هي الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية، زراعة الخلايا الجذعية، خلايا تقوم بدورها في تنشيط عمليات إنتاج النطف مرة أخرى. لكن هذه وين ومتى وكيف وكم تكلفتها؟ هذه أمور بصراحة اسألوا المختصين عنها. بس بشكل عام لا زالت هذه الأمور في بداياتها. يعني في انسان نجحوا وفي ناس لم ينجحوا، والعمليات مكلفه جدا. في اطباء في الاردن عندنا متخصصين في هذا الموضوع، فيمكن استشارتهم في هذا الباب ومعرفه هل يمكن ولا غير ممكن. نعم. بالنسبه للاخ عبد الرحمن القولون التقرحي، معنا اتصال. معنا اتصال. اي السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل ابو عبد الله. رياض السلامات من الزرقاء. اهلا وسهلا، تفضل اسال. دكتور سمير، عندي صار قبل 4 شهور ثقل في اللسان. ايش امساك؟ ثقل في اللسان فجاه هيك. مش فاهم والله. الاعراف تطلع سليمه. ايش هو؟ خاصه السين والشين والثاء واللام
ما بتطلع سليمه. عيد بالله السؤال مره ثانيه، انا مش فاهم. ثقل، ثقل في اللسان. ثقل في اللسان. لا ما بتطلع سليمه. الله يعينك. طب انت صار معك جلطه، صار معك شيء في الدماغ؟ والله الشيخ خصوها كانت جلطه خفيفه. ايوه. جلطه خفيفه وعدت قال لي، فاشتركت الاثر هذا. فمش عارف يعني شو العلاج، علاج اعشاب شهر اذا في شيء. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يعافيك يا رب. الله يعافيك. بالنسبه للقولون معنا اتصال اخر كمان، ابو عبد الله يلا. السلام عليكم. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا مرحبا. والله مبسوطين ببرنامجك دكتور. الله يرضى عليك ويوفقك. الله يبارك فيك. دكتور بدي اسالك عن، عندي الم بسيط في ركبتي اليمين لما اجي اطلع درج، بس بالركبه اليمين، الشمال يعني ما في شيء، بشعر هيك بس لما اجي اطلع درج في شويه الم. رحت انا قبل فتره على دكتور عام يعني اعطاني دواء، لما قرات الروشته تاعت الدرج شفت التاثيرات الجانبيه على المعده وكذا، كبيته بصراحه وما يعني ما اخذت ولا حب، يعني قلت هذا اكبر بكثير راح يسوي لي مشاكل من المشكله. نعم. يعني نعم نعم. كم عمرك؟ 35. انت طبيعة، ما عندي وزن زائد يعني بالنسبة ل. طيب طبيعة عملك فيها طلوع دراج كثير؟ والله انا معلم. ومدرسة. مدرس يعني. في المدرسة في درجة، بس مش هل يعني هو مش ال، ما اعتقدش انه في ضغط كبير يعني من شغلة الدرجة وشي زي هيك. طيب اعطيك كل الاحتمالات وشو حلولها ان شاء الله، ابشر. ما شاء الله يعطيك العافية، شكرا لك. الله يحييك، اهلا وسهلا. معانا اسامة، تفضل يا اسامة. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. اغلبك الدكتور، في عندي بنت عمرها 22 سنة بس هي لسه تساقط شعر كثير. من بسبب معين ولا ما في سبب واضح؟ والله هي بترضى يا دكتور. مرضى. هذا سبب. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك دكتور. الله يحييك، اهلا وسهلا. طيب نعود الى الاخ عبد الرحمن. القولون التقرحي، طبعا القولون التقرحي يا جماعة من الامراض المناعية، اوتو اميون ديزيز، مرض مناعي. هذا المرض المناعي بيأثر على الغشاء المبطن للقولون فبيخليه متقرح ملتهب، بفرز مخاط وبنز دم. الله يعينهم، الله يعين، اللهم اجعله طهورا واجرا. فعادة يعالج بالسلازوبيرين، بالبنتازا، بالكورتيزون، احيانا بتكون جرعات قوية وعالية حتى تتم السيطرة على النزيف و الإسهال الشديد، ممكن الواحد يدخل الحمام أحيانا 20 مرة. علاقته بمرض بهجت، عادة مرض بهجت مرض مناعي أيضا، ويتميز بقروح بالفم وقروح في المحاشم، لكن إن وصل إلى القولون ينقول هذا القولون تقرح من بهجت، يعني هذه فيها بجوز خلاف بين الأطباء، لكن إحنا بنعرف إنه القولون تقرحي هو مرض بحد ذاته، بيكون في القولون وقد يؤثر على المفاصل احيانا، يعني بتشابه مع مرض بهجت في بعض الاعراض، ممكن يعمل مشاكل في المفاصل وفي الاظافر كمان يسوي مشاكل، لكن مشكلته الكبرى كثره الاسهال والدم والمخاط والاوجاع الشديده. الله يعين. طبعا في النظام العشبي في نباتات طبيه ربنا خلقها عندها القدره على ايقاف التفاعل المناعي المسؤول عن هذا المرض، فإذا نجحنا في الإيقاف ما شاء الله تنتهي المشكلة، لكن هذه كلها أعشاب تخصصية ينبغي أن تكون تحت إشراف طبي. الأخ أبو عبد الله، بعرفش أبو عبد الله هو الأولاني اللي هو ثقل اللسان بعد جلطة خفيفة، طبعا عادة الجلطات الخفيفة ممكن فعلا تعطي أعراض بسيطة، خدران في إيد، خدران في رجل، ضعف خفيف، ليه؟ لأنها جلطة خفيفة، أو ثقل في اللسان كما حصل مع أخينا الله يعافيه. فهذا الثقل اللي في اللسان بيستمر طالما في ضعف في العصب، يعني في أعصاب في الدماغ تأثرت من الجلطة. طب كيف نقوي هذه الأعصاب؟ أنصحك بالأمور التالية: زيت أوميجا 3 سواء كان أصله نباتي أو حيواني من السمك. 2 عشبة الجينكا، جينكا بايلوبا، موجودة في الأسواق الآن على شكل حبوب. 3 غذاء ملكات النحل سواء كانت بعسل أو كبسولات. هدول الثلاثة إن شاء الله بيساعدوك كثير في تنشيط الدورة الدموية في الدماغ، وإنه الخلايا العصبية تبدأ تتجدد مرة أخرى
وهكذا. بالإضافة إنك يعني تمرين ضلك اللسان تحكي ما تتردد في الكلام حتى لو كان فيه ثقل، على أساس إنه يصير فيه فيدباك على الدماغ وتتقوى عضلات اللسان ويتقوى العصب تلقائيا. الأخ محمد تفضل. يعطيك العافية دكتور. العفو أم محمد تفضلي. نعم يعطيك العافية دكتور. الله عافيك، أهلا وسهلا. والله أنا عندي ابن عمره 30 سنة. طيب. حيصار صايبته مرتين وصفوه في المستشفى إنه اسمه خراج شرجي. فهي صارت معه مرتين، لما يتوجع كتير كتير يروح على المستشفى ويعملوا العملية ويروح. هسا المرة هسا كمان بحس بألم. ممكن رجعت. يعني هسا بشعر كمان بألم. يعني في حل لها المشكلة عندك يا دكتور؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. يعني هي نفس البواسير؟ لا، هذا الناسور. الناسور الآن بشرح لك عنه إن شاء الله. هم يعني وصفوه في المستشفى في الدفتر كاتبين إنه خراج شرجي كاتبين. معروف معروف، الآن بشرح لك إياه إن شاء الله. بس بتعب كتير والله يا دكتور، الله يعطيك العافية. معروف معروف عندك يعني. الله المستعان، الله عافية يا رب. ماشي محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال دكتور؟ أهلا وسهلا بك، جزاك الله خير على البرنامج. حياك الله يا أخي. بدي استفسار منك، في عندنا امرأة في عندها حصى في المرارة حجم صغير. بسبب لها أوجاع طبعا. اليمين. وخايفة من عملية، بيقولوا لها عملية ما عملية، في أعشاب شيء؟ طيب طيب منه. لا تريد عملية. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك، أهلا وسهلا بكم. نعود بالنسبة لأبو عبد الله، عنده وجع ركبة وبيعمل مدرس. شوف يا أبا عبد الله، واحد من تنين، إما عندك بدأت خشونة في الركبة، خشونة ولو أنه هاي مستبعدة إلى حد ما لأنك لسه صغير ما شاء الله شباب وبتقول أنه وزنك طبيعي، لكن كثرة طلوع الدراج ممكن تساهم في تعجيل بحدوث الخشونة، فبدك تنتبه. ممكن تعمل صورة تتأكد. تنين، ممكن يكون عندك شد أو تمزق مربط في منطقة الركبة، تمزق مربط. وتمزق المرابط إذا صار، إذا بذل جهد وصار في شد على هذا المربط بضرب، بصير مؤلم. يعني على حركة معينة بشد المربط هذا وبصير مؤلم، ما تحركت هذه الحركة ما في ألم. وخشونة الركب تتشابه مع هذه المشكلة إمتى؟ فعلا طلوع الدرج أو نزوله، إذا بتضرب الركبة من جوا قد يكون في بداية تخشن. على كل حال التشخيص مهم، لأنه إذا كانت قضية تمزق مربط فالعلاج بلسع النحل هو الحل الأمثل، لسع النحل. وإذا كانت بداية خشونة فالمكمل الغذائي اللي اسمه بلح البحر جلوكوزامين كوندرويتين هو الحل الأمثل. فيعني في إن شاء الله حلين لك، بس لابد من التشخيص الصح. بالنسبة للأخ أسامة، بنته عندها تساقط شعر وهي مرضع. كثير من النساء حقيقة اللي بصيروا يرضعوا بصير عندهم تساقط شعر، يتوافق هذا مع الرضاعة. طيب إيش نسوي؟ معقول الست اللي بترضع يروح شعرها؟ مش معقول. ممكن نستخدم حقيقة بعض الأشياء الرائعة التي توقف هذا التساقط ولا تؤثر على الرضيع، بالعكس بتفيد الرضيع، مثل عشبة القمح الخضراء والأعشاب البحرية مثل سبيريولينا وأمثالها، عشبة الشعير الخضراء، كل هذه الأعشاب آمنة للست وللرضيع وبتوقف تساقط الشعر. ونوصي أيضا باستخدام الشامبوات الطبيعية، مش الشامبوات الكيماوية، شامبوات طبيعية الآن متوفرة في الأسواق ولله الحمد. هذه الشامبوات بتغذي وبتقوي البصيلات وبتحسن فروة الرأس بحد ذاتها. فإذا إذا مشينا على الخطة الطبيعية داخلية وخارجية أرجو أنه يتوقف التساقط وبدون أي تأثير سلبي على الرضيع إن شاء الله. نعم الآن بالنسبة لأم محمد، ابنها عنده، هذا اسمه يا أم محمد ناسور، مش با با، ليس بالبا باسور، نا ناسور. والناسور عبارة عن فعلا بصير في قناة ما بين فتحة ما بين المستقيم من جوا
والجلد من برا، وهذه القناة بتحبس مواد إنتانية التهابية، فبتعمل زي الدمل خراج. الخراج هذا بيعبي بيعبي بيعبي، بعدين بينفجر مرة واحدة. طبعا لما يعبي بصير آلام مبرحة وبتستدعي انه المريض يروح على المستشفى. فساعتها الدكاترة شو بدهم يسووا؟ بعطوه موعد العملية وبنفسوا له هالخراج، وممكن يجرفوها جرف، يحفروا حفرة حوالين الأنبوبة هاي اللي ذكرناها سموها فيستشولا، بيحفروا اللحم بيشيلوه كل العضل، المنطقة العضلية اللي حواليها، على أساس على أمل إنه يعبي اللحم من جوا، يعبي ويسكر على القناة تماما. طبعا المريض الله يكون في عونه بضله مستلقي على بطنه فترة طويلة، وغيرات وشاش وحالة، وبتعطل عن شغله، الله المستعان. المشكلة يا ريت تنتهي، مرات بترجع مرة تانية كأنك يا أبو زيد ما غزيت، وبيعمل عملية تانية وبتعطل عن شغله وغيرات وعذاب، مرات ترجع مرة ثالثة. يعني أنا بتذكر مرة جانا واحد عامل 10 عمليات الله يكون في عونه، فحياته صارت عذاب. هل يمكن علاج هذه الأمور بالنباتات الطبية؟ ممكن، ممكن نعطي أشياء مغاطس وأشياء داخلية، منتجات نحل إلى آخره، ويجف، نستطيع تجفيف هذه الوصلة اللي بين الداخل والخارج. إذا جفت وسكرت انتهت المشكلة، فخليه رجعنا أحسن. معنا سؤال عثمان، تفضل يا عثمان. هلا هلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حال الدكتور؟ الله يحييك سيدي، الله يجزيك الخير ويبارك فيك وعلى هالبرنامج. وأنا سبحان الله من زمان حاب أسأل هالسؤال وما بناسبش أني يعني تكون على الخط. تفضل سيدي. لثة الأسنان عندي تعبانة، فبروح على أدى إلى أسناني معظمها يعني سوست والطواحين، فبروح على هالدكتور بقول له يا أخي شو في دواء في شيء؟ بقول لي والله ما في، بدك تستنى تحط طقم. قلت له يا زلمة بعدني صغير، بكرة المرة بتطلقني. كم عمرك؟ عمري 47 سنة، مضى من عمري 47 عام. الله يطول عمرك بالصالحات. بقول لي يا الله يتحمل أخرى 5 سنين، وقاعد من حشي ومن قلة، فبدي إشي يعني يقوي هاللثة لعل الله عز وجل يعني بعد الدعاء لله عز وجل. أبشر أبشر إن شاء الله. الله يعطيك الخير وبارك فيك دكتور. شكرا. الله يحييك. الأخ عبد الله تفضل. يعطيك العافية دكتور. حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. دكتور أنا إلي متزوج 7 سنوات ما عندي إنجاب. شو السبب؟ السبب عندي دوالي على الخصية الشمال. وفي عندي يعني عملت فحص هرمونات، لقيت عندي انخفاض في هرمون الFSH. بيقول لي الدكتور عندك مشكلة في الغدة النخامية. نعم صح. عندك مصاب، بدي حل الله يرضى عليك يا دكتور. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا شكرا. حياكم الله. طيب نعود إلى سؤال الأخ محمد، بيقول في ست عندها حصافة المرارة صغيرة ومؤلمة لا تريد عملية. شوف يا أخ محمد، في إذا كانت فعلا الحصاة صغيرة، طبعا الأطباء غالبا يعني يحذروا إنه هاي الحصوة ممكن تنزل في القناة المرارية وتسكر القناة المشتركة بين البنكرياس والمرارة وتعمل مشكلة كبيرة. لكن يعني مش دائما الخوف يغلب، يعني إذا بدنا نغلب الخوف دائما بصير الدنيا صعبة. يعني لو واحد تقول له إذا اشتريت سيارة ممكن يصير معك حادث، لا تشتري سيارة، معقول هذا؟ إذا اشتريت سكين ممكن ابنك يجرح نفسه في السكين، لا تشتري سكين. يعني المنطق صعب. فإذا كل الناس ما نقول لهم إذا حصلت مرارة لا تأخذوا إشي يذوبها لأحسن تنزل، مشكلة يعني العمليات هذه والله. المهم شو ممكن إشي يذوب المرارة، حصوة المرارة؟ في أشياء كثيرة، في طريقة خفيفة وشعبية وشائعة وفعالة حقيقة، اللي هي خلط الليمون مع زيت الزيتون، كميات متساوية من عصير الليمون مع زيتون، تلخهم مع بعض وتأخذ ملعقة تكررها في اليوم 3-4 مرات. هاي واحدة. الأمر الآخر، عندك نبات الخرفيش وعندك نبات الهندباء، هذول الاثنين مع بعض سواء أكلتهم طازة ولا أخذتهم على شكل حبوب من الصيدليات، الاثنين برضو بيساعدوا في تذويب الحصى. فممكنك تستخدم هذه وتلك وتقول بسم الله الشافي. نعم.
بالنسبة للأخ عثمان وموضوع اللثة، حقيقة اللثة لا شك لما تكون تعبانة والأسنان مسوسة يعني عذاب عذاب. فإحنا إذا يا أخ عثمان شفتنا في بداية الحلقة تحدثنا عن زيت الأفوكادو وكيف إذا مضمضت في عدة مرات في اليوم، وحتى لو بلعته سواء بلعته أو تفيته أنت بكيفك، بيقوي اللثة وبيمنع الإنتانات اللي أنت بتشكي منها حاليا اللي مأثرة على قوة الأسنان ومخلياك بين حين وآخر تحشي وترقع إلى آخره. عندك أيضا عكبر النحل، عكبر النحل سواء على قطرة أحسن من الحبوب بالنسبة إلى قطرة، عشان القطرة تيجي على مناطق الأسنان واللثة وتقويها موضعيا وتقضي على الجراثيم المعششة في اللثة وتشد اللثة بشكل رائع وعجيب. إذن إذا مزجت بين استخدام بروبوليس أو عكبر النحل على شكل قطرات تحبسها بالفم لبضع دقائق ثم تبلعها لأنه بتفيدك وبتقوي مناعتك، مع أيضا تناوبها مع زيت الأفوكادو، ممكن تخلطه مع شوية زيت زيتون وتمضمض فيه عدة مرات في اليوم، برضو رائع وأرجو أنه تحل لك المشكلة تماما. معنا سؤال موسى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا دكتور. الله يعافيك يا مرحب سيدي. أنا أشكو من ألم في عقب الرجل اليسرى. ألم وين؟ الألم في عقب الرجل اليسرى. قبل 10 سنوات أخذت له إبري في الكعب وراح الألم. الآن تعاودني. أنا عندي سكر، عمري 70 سنة، صعب إني أدعس على الكعب الأيسر. طب صورته؟ صورت والله. في عظم جاي زي زي المسمار. زي المسمار. هذا معروف. طيب أعطيك نصيحة إن شاء الله تريحك بإذن الله. الله يبارك فيكم. الله يسلمك يا مرحبا. نعم معنا سؤال عبد الله. تفضل تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيك بالخير ويعطيك العافية دكتور سمير. أهلا بالأخ عبد الله من عجلون، حياك الله. الله يحييك، وإحنا دائما بنحييك على جهودك على هالبرنامج اللي يعني بيستفيدوا منه كل العالم، والقناة اليرموك اللي بتابعوها كل العالم اللي في اللي دائما إحنا نستفيد منك والله يا دكتور. الله يحفظك يا أخي، الله يسلمك. وبداية دكتور أنا عبد الله السواعي من محافظة عجلون، اللي دائما إحنا بنحيي قناة اليرموك على يعني المتابعة في كل العالم وكل القائمين على قناة اليرموك الطيبة اللي دائما دورها ريادي. هيا بمدح في قناة اليرموك، شو بكم أحسن من هيك؟ كويس دكتور. ما قصر. تفضل يا سيدي. في لي سؤال بالنسبة للثعلبة. نعم الثعلبة يعني عن طريق الأعشاب، وكمان حل الشعر الرأس عند الرجال. فياريت انه احنا اذا ممكن انه نستفيد طيب. منك دكتور وخبراتك دائما طيب طيب معروف كل العالم، وشكرا لكم. ابشر ابشر، حياك الله، اهلا وسهلا. معنا اتصال. ايوه ابو محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك دكتور؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك. في معي كيس مي بالركبه. ايوه يعني بين من الامام ولا من الجنب ولا من وراء؟ لا من قدام، من قدام من عند الركبة، خارج طبعا خارج العظم. كبير كبير ولا صغير؟ لا والله كبران شوية. مؤلم؟ لا عند السجود بس. خاصة عند السجود. طيب شو سويت؟ شو قالوا لك الأطباء؟ غير تعمل فيها تفتحها أو تفتحها وتعمل فيها عملية قيمة كيس المية. طيب وانت بتكاش العملية؟ العملية. طيب تسمع النصيحة إن شاء الله. الله حييك، أهلا وسهلا. معنا سارة، تفضل يا سارة. مرحبا. أهلا وسهلا. يعطيك العافية دكتور. الله عافيكي. دكتور أنا بعاني من السمنة، بس مش نتيجة أكل، نتيجة حالة نفسية. يعني كل ما بتكون نفسيتي تعبانة كل ما بزيد سمنة. السؤال الثاني، أنا مثلا بصبغ شعري. فشعري عماله بصير كل ما له جاف بزيادة.
بالإضافة أنا بدي أسألك إذا في وصفة للتجاعيد اللي بتصير تحت العين. أنا عمري 45 سنة. فإذا في وصفة للتجاعيد تحت العين وتقصف الأظافر. طيب عندك هشاشة أو نقص فيتامين دي؟ عندي تاخذي علاج؟ لا مش عمالي باخذ حاليا. لأني أخذت قبل فترة أدوية فأثرت عندي على الدورة الشهرية. طيب طيب أعطيك النصيحة إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. طيب الآن بنيجي للأخ عبد الله. زواج 7 سنوات دوالي مع نقص في هرمون الغدة النخامية FSH follicular stimulating hormone واضح انه اذا الانسان كان عنده ضعف في الانتاج وما في انجاب والاف اس اتش نازل معناته المشكله فعلا في الغده النخاميه مش قاعده بتحفز الخصيتين انها تنتج لانه الهرمون مش موجود او ضعيف. فشو نسوي؟ في اعشاب ممكن تنشط الغده النخاميه. والله انصحك باثنتين. الاولى عشبة الفا الخضراء الفا ميديكاغو ساتيفم موجودة إن شاء الله. وأيضا ممكن غذاء ملكات النحل يساعدك في تنشيط الغدة. هذول الثنتين ممكن إذا مشيت على خطة لمدة 3 أشهر أرجو أنها تعطيك نتيجة. نأمل ذلك إن شاء الله إن شاء الله ونتمنى لك التوفيق والصحة والسعادة. بالنسبة للأخ موسى ألم في الكعب مسمار العظم. مسمار العظم يعني شائع نسبيا ومؤلم خاصة الإنسان لما يقوم من النوم أو يكون جالس فترة طويلة على كرسي ويقوم يتحرك بحس بالألم الواضح. طيب ماذا نفعل؟ الحل إنه نستخدم عشبة الأشواغندا. عشبة الأشواغندا الخضراء الآن متوفر مش الخضراء عفوا عشبة الأشواغندا هي جذور الأشواغندا متوفرة الآن في الصيدليات ويمكن استخدامها داخليا فتذيب هذا التكلس اللي عامل مثل العظم واللي مسبب لنا المشاكل. هذه واحدة. اثنين ممكن نجيب الجذور الكبار المجففة ونطحنها ونخلطها مع طحين ونعملها زي لبخة على منطقة الكعب ونلفها طول الليل وعدة أيام طبعا عدة ليالي نستخدمها لأنه الأمر لن ينتهي بهذه البساطة. بصير الخارجي والداخلي معا. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل من ورائها شفاء تاما. بدها الحكاية ممكن تأخذ شهر أو شهر ونصف من الاستمرارية والعلاج المتواصل بهاتين الطريقتين ونتمنى لك العافية. بالنسبة للأخ عبد الله من عجلون شكرا يا أخ عبد الله على إطرائك ومدحك. نسأل الله أن يوفقنا نكون على مستوى الأمانة والمسؤولية. فالثعلبة اللي في الرأس الثعلبة وكما هو معلوم 3 أنواع. في الثعلبة اللي هي ألوبيشا أرياتا اللي هي ثعلبة بتكون بقعة متفرقة 1 2 3 4 اللي هم بس بكونوا متفرقات وباقي الشعر موجود ممكن تكون في الرأس ممكن تكون في الذقن إلى آخره. الثعلبة الأشرس اللي هي بيسموها ألوبيشا توتاليس يعني ما في ولا شعرة في الرأس لكن اللحية موجودة الحواجب موجودة الرموش موجودة شعر الجسم موجود. هذه بتكون أقوى وأشرس. أشرسها على الإطلاق اللي هي الثعلبة الكاملة ألوبيشيا يونيفرساليس ولا شعر في الجسم. هذه صعبة صعبة جدا وعنيدة وعلاجها ممكن يأخذ وقت طويل. طبعا في العلاجات الحديثة ممكن استخدام أشياء بسيطة للثعلبة. إذا كانت بقعة واحدة ممكن تحكها بمية الثوم أو مية البصل تكفي. لكن إذا في أكثر من بقعة وبتنتشر لا ساعتها لازم نستخدم علاج داخلي بالإضافة للخارجي. الداخلي يعني الأعشاب المفيدة كثيرة جدا ومنها عشبة القمح الخضراء منها الحبوب والفيتامينات التي تحتوي على مادة الزنك لأنه بقوي الشعر واستخدام الشامبوات والمراهم والكريمات والمحاليل الآن متوفرة الحمد لله بكثرة طبيعية الأصل اللي بتغذي البصيلات خارجيا. فممكن المزج بين الأمرين يعطينا نتيجة حلوة. لو كانت
ثعلبة أشد وأشرس، لا هذه بدها إشراف طبي ومتابعة حثيثة حتى إيش. وممكن نستخدم الحجامة حينئذ كمان أيضا، بالإضافة لهذا الكلام ممكن نستخدم العلاج بلسع النحل أيضا حتى نستطيع نحقق نجاحا واضحا يريح المريض. نعم، معنا اتصال الأخ محمد. أيوة. تفضل. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك يا أخي. يا دكتور إذا سمحت بدي علاج طبيعي للديسك، يعني صار لي أنا حوالي 4 سنين عندي ديسك. أي طيب، علاج طبيعي. علاج طبيعي وراح. وبعد قبل فترة، قبل حوالي شهر رد رجع، هلا بس أمشي بصير عندي ألم شديد برجلي الشمال. إذا كرمت علي إذا في إمكانية تعطيني علاج الله يرضى عليك. طيب أبشر. شكرا جزيلا. أبشر يا أخي محمد. معنا اتصال. ضيف الله، تفضل يا ضيف الله. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا أخي، أهلا وسهلا. أنا معي مي بيضة في عيني. ماء بيضاء، أيوة. مي بيضة مش زرقة، مي بيضة. شديدة. علاج. شديدة ولا خفيفة؟ والله بعدها خفيفة يعني. يعني بتشوف انت بس في غبش خفيف ها؟ بشوف وفي بلش يعني غبش خفيف. طيب تسمع الجواب، ابشر. حياك. اهلا وسهلا. معانا الاخ عواد. تفضل يا اخ عواد. الو. ايوه تفضل. مساء الخير. مساء الخيرات. دكتور سمير. ايوه تفضل. يسعدني مساء كيفك. الله يمسيك بالخيرات. شو أخبارك من نعمك؟ أنت الطبيب المحترم اللي بيساعد كل الناس. الله يسعدك. بأجر أو بدون أجر، جزاك الله كل خير. الله التوفيق، الله يحفظك. وبشكرك جدا، بشكر القناة المحترم الفاضل اللي بتوصل صوتك للمواطنين اللي بحاجة هم للنصيحة الطبية المخلصة، وبشكر الشيخ عبد الله السواعين العجلون سيد الكريم. الله يسلمكم. دكتور لو سمحت بدنا وصفة لتنحيف البطن ل 70 مرة السكري. اللي ما يكون لها آثار جانبية تنزل السكر أو ترفع السكر. طيب اذا سمحت دكتورنا المحترم فاضل. ابشر ابشر. تبشر بالخير استاذ دكتور، شاكر فضلك يا حبيبي. اهلا وسهلا حياك الله. معانا عبد القادر. افهم. تفضل يا اخ عبد القادر. دكتور الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا مرحبا. شكرا لك على البرنامج الطيب. الله يسلمك. بدي اسالك دكتور بالنسبه لوالدي، انا معاه تليف في الكبد. في له علاج ولا ما له علاج؟ سببه فيروس ولا شيء؟ لا مش فيروس، سببه تفاعل مناعي. بالنسبه لل شو اسمه، حكوا لنا عن خشب اللي هو الرواند. الرواند طيب اعطيك نصائح ان شاء الله. هو طبعا معاه سكري ومعاه ضغط. ايوه طيب طيب تسمع الجواب. معانا سؤال ابو محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك يا مرحبا. دكتور انا في عندي مشكله من حوالي يعني 6-7 سنوات. في اجري العضلات بالذات لما اجي انا يعني ما بتخيلش العضلات يعني وكانه مشدودات باستمرار. هذا وانا نايم، عند ما امشي طبيعي جدا بكون مرتاح. لكن عند النوم بشعر هيك ومتعبني هذا الشيء. يعني انت عملك متعب مثلا خلال النهار؟ لا ابدا بالعكس. اللي صاير انه عملي مكتبي اغلب الوقت. ما بتلعب رياضة؟ لا والله دكتور لا. يعني عمري 60 سنة قليل يعني ما بلعب، بس حتى لو هذا يعني المشكلة انه بتيجي عندما اجي انام يعني عندما ارخي اجري ما اشعر بهذا، وعلى هيك بكون مشدودات وكان عضلات اجري كلها مشدودة. لكن بدون وجع وبدون ألم ها؟ بدون وجع، لا من دون وجع بس مشدود يعني مش مرتاح، ما بكونش مرتاح، ما بنامش مرتاح. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا. حياكم الله. طيب نعود إلى أبو محمد. كيس ماء على الركبة كبير نسبيا بضيقه في السجود. طبعا كيس الماء هذا هو كيس بكون طالع من زيت الركبة، طالع في منطقة ومحشور في الأنسجة القوية والأربطة تبعت الركبة، فطلع من مكانه من داخل الركبة نفسها بطريقة مضغوطة في الأنسجة والأربطة المتينة اللي تحت الجلد،
طبعا أي خلل في نظام الركبة هذا طالع كيس بصير يعيق عملية السجود وثني الركبة إلى آخره إلى آخره. الآن الجراحين عادة بيفتحوا وبيشيلوا هذا الكيس وبخيطوا الفتحة اللي دخلت الزيت على هذه المنطقة. في حل آخر؟ ممكن. ممكن كيف؟ الممكن إنه وضع لبخات خاصة من الأعشاب بتخلي هذا الكيس يتراجع ويصغر بالتدريج 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 لما يزول. شو الآلية اللي بيشتغل فيها؟ كيف صغر الكيس؟ والله ما بنعرف بصراحة، ما بنعرف. المهم إنه بطيب، لأنه ما في دراسات تبين شو اللي بيحصل كذا كذا كذا. هذه المهم زي ما بيقولوا بدك العنب ولا تهوي شدي، المهم بالطيب. فأنصحك يا أخ أبو محمد تحط اللبخة اللي ذكرناها قبل قليل، تجيب لك شوية جذور كبار تخلطها بطحين الشعير، طحين الشعير بالذات، وتحطها لبخة على المنطقة وتلفها وغيرها بين حين وآخر. يعني حطها في الليل مثلا وشيلها في النهار، حط في الليل وشيل في النهار، شوي 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 بتلاقيها صغر 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 ثم اختفى إن شاء الله. قول بسم الله الشافي. بالنسبة للأخت سارة، الوزن زايد، حالة نفسية، أكيد في ناس كتير طبعا إذا تعبوا نفسيا بدهم يتفششوا في الأكل، فبوكلوا بنهم شديد، بدهم يتفشش في الأكل، وهذا طبعا من الأسباب القوية لزيادة الوزن. فالآن كيف نسوي؟ بدنا نشيل الحالة النفسية، إذا في كآبة، في توتر، في إحباط، في اللي هم، ممكن نعطي أعشاب طبيعية تساعد وتحسن النفسية وتروح الكآبة وتروح الحزن والزعل إلى آخره اللي سبب زيادة الشهية. فعلاج الحالة النفسية مهم، هذه واحدة. تنين، بالنسبة لتصبغ الشعر، تصبغ الشعر بصير جاف أكثر. طبعا ما هي الأصباغ الموجودة في الأسواق شو هي؟ ما هي كلها كيماوية، وربما يكون في أصباغ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني إيش طبيعي مع كيماوي، برضو هذا له أثر سلبي على الشعر بالطبع. فممكن استخدام الشامبوات التي تتميز باحتوائها على مادة الصبار والقريص أو مادة البروبوليس عكبر النحل وغيرها، هذه بتحسن الشعر وبتغذيه وبترجعه إلى طبيعته. وفي شامبوات برضو فيها مادة الكيراتين، مادة الكيراتين برضو بتحسن الشعر وبترجعه منسدل وطري وبتشيل منه الجفاف والتقصف، فهذه يعني ممكن تستخدميها. أما بالنسبة للتجاعيد تحت العين، فيمكن استخدام كما ذكرت قبل قليل زيت الأفوكادو. زيت الأفوكادو لو مسحتي تحت العينين بتغلغل جوا الجلد وبحسن لك طبيعة الجلد وإن شاء الله بتتحسني. وبرضو عندك بعض الكريمات الممتازة التي تحتوي على مادة الكولاجين وبتحتوي على مادة الأفوكادو وغيرها، برضو هذه الكريمات موجودة ولله الحمد وبتعطيك نتائج رائعة. تقصف الأظافر، يبدو أنه عندك زي ما حكينا أنه عندك كان نقص فيتامين دي وإلى آخره، وصار عندك إشكالية في مادة الكلس والسيليكون إلى آخره. في الحقيقة الآن منتجات تحتوي على مادة السيليكون الطبيعي الطبيعي، فممكن إذا استخدمتيها هذه تؤدي إلى نتائج رائعة في تقوية الأظافر وتحسين وضع الشعر والجلد حتى. فهذه، لكن احنا ما نستطيع نحكي اسماء مباشره للاسماء التجاريه، هذا ما ممنوع عندنا، فممكن ان شاء الله على الهاتف نخبرك. بالنسبه للاخ محمد بيسال عن علاج طبيعي للديسك، احسن شيء يا اخ محمد للديسك هو الحجامه. الحجامه لو تبعتها ب عشبة الأشواغندا أو عشبة المورينجا، برضو هدول الثنتين مفيدات، واحدة منهم بتفيدك، بتشيل بتخفف الضغط عن العصب، والحجامة بتنشط مراكز الطاقة اللي في المنطقة، بتشيل الوجع، بتساعد في تنظيم طاقة العمود الفقري وتوازنه وتقويته، فبتوصل لمرحلة إن شاء الله مريحة، يعني بتقول ما عندك وجع وبتعيش حياتك بسلام إن شاء الله. بالنسبة للأخ ضيف الله بيشكو من ماء أبيض على العدسة خفيف. شوف عادة
الناس اللي بيشتكوا من الماء الأبيض الخفيف على العدسة في بدايته ممكن يستفيدوا جدا من عشبة الجينكا. عليها دراسات واسعة النطاق إن عشبة الجينكا إذا أخذت لفترة لا تقل عن شهر أو شهر ونص إلى شهرين والماء الأبيض خفيف ممكن يزول بإذن الله. فأنصحك بعشبة الجينكا. إذا حبيت أشياء إضافية موضعية ممكن تقطر بقطرة العسل الصافي، اخلط عسل ربع الكمية عسل وثلاث ارباع مي، ثلاث ارباع مي يعني مثلا ثلاث ملاعق مي وملعقة عسل، تخلطهم جيدا ويكون عسل أصلي وتقطر في العين. بجوز تقول لي طب هذا ما بوصل جوا، صح ما بوصل، لكن سبحان الله بتعطي نتيجة أو بتساند عشبة الجينكا في تخفيف وإزالة الماء الأبيض. بلش على بركة الله وإن شاء الله تكون فيها نجاح. الأخ عواد بيسأل عن تنحيف البطن لمرضى السكري، ما يأثر على السكري؟ الحقيقة البطن عادة بكون الدهن متراكم فيه، يعني أسهل المناطق لتراكم الدهن هي البطن والوروك، الوركين والفخاد، هاي أسهل مناطق. طبعا أنو أسهل؟ البطن أسهل على الجسم من الوروك، فأي زيادة في الوزن بتكون على حساب البطن غالبا. لكن من اللطيف أنه دهن البطن سريع الذوبان، سريع التحرك، سريع الزوال إذا الإنسان أخذ بالأسباب، في تخفيف الطعام، في الحمية على الحلويات والأشياء الدهنية، ثم لعب الرياضة. لازم تنشد عضلات البطن، وإذا فتحت على الإنترنت بتشوف تمارين هائلة كيف تشد عضلة البطن، فهذه مهمة حتى ما يضل في ترهل. ثم نستخدم الأمور التي تخفف الدهن ولا تؤثر على السكري، مثل نبات الشيا. شيا في نبات مكمل غذائي اسمه الشيا، نعم. فهذا نبات الشيا بيساعد مرضى السكري، ما بيأثر على السكري، نعم. طيب الآن بظل معانا سؤالين، اللي هو عبد القادر، والده عنده تليف كبد تفاعل مناعي، قيل له عن الروند. شوف التليف الكبدي فيه أشياء كثير بتفيده، والرائع بالكبد أنه يستجيب للعلاجات. فعندك مثلا نبات الخرفيش، نبات الهندباء، العسل، البروبلس، حبوب اللقاح، يعني منتجات النحل بشكل عام. الروند صح، الروند بفيده، الأرضي شوكي بفيده، وحتى سم النحل بفيده. ففي عدة أشياء يعني يمكن الواحد يستخدم منها، لكن أنا بفضل يكون في متابعة أحسن. بالنسبة للسؤال الأخير اللي هو أبو محمد من 7 سنوات، عنده شد عضلي في الرجلين، ما بيلعب رياضة وبحس إنه رجليه غير مريحة لكنها غير مؤلمة. حقيقة في أشياء كثيرة بتكون موجودة، العضلات بتكون مش مستريحة. الحقيقة ما هو مرض، هذا ليس مرضا، إنما هو عرض أو شيء متعب. أنصحك الحقيقة بعمل حجامة أو عمل مساج وتدليك، أو تغطس رجليك بمي سخنة فيها زنجبيل قبل النوم، وبعد ما تغطس وتخلص وتشيل رجليك تعمل تدليك بالزيوت اللي تحتوي على زيت النعام أو المراهم التي تحتوي على دهن النعام، تدلك وتنام. لو كررتها 2-3-4، لو في الأسبوع مرة تكررها، ممكن إنه هذا العارض يروح عنك وينتهي بدون أي إشكالات، وبدون إن شاء الله يكون له أي دلالة مرضية. بالإجابة على هذا السؤال نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. بورك في الجميع، ونتمنى للجميع الصحة والعافية، ونلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.